حلقة اليوم من عفوا يا حبايب عنوانها زياد الرحباني عبقري المزاج وعبقري الفن. أول كون زياد الرحباني بيعرف قديش الله بحبه، أول كون زياد الرحباني بيعرف قديش جمهوره بحبه، أول كون زياد الرحباني الوفي المتواضع بيعرف قديش جمهوره ببادله الوفا والتواضع. ما بعرف، ولكن محبة الجمهور لزياد الرحباني لا تضاهى. يعني نهار الأربعاء قدم ريسيتال نهار عيد سانت ريتا بكنيسة مارليس أنطليس، وعرفنا أنه وفاء للشخص يلي أطلق معه ترتيلة نحن ساهرون يلي هو دكتور شارل جزرة، رجعوا اجتمعوا بعد 30 سنة وقرروا أنه يقوموا هالريسيتال. كانت المبادرة من زياد أنه راعي الحفل لمين بيروح، لأي جمعية لازم يروح، لجمعية. فقرروا انه يعطوا الجمعيات يبيعوا كروتي، واللي بياخدون بورسنتاج على الربح بيطلعوا للجمعيات. بس ما عرفنا بباقي المصريات شو رح يصير، اذا رح يروحوا للكنيسة يما رح يروحوا لشي حزب معين. المهم انه ليلة زياد بكنيسة مارليس انطليس حسستنا كأنه كل هالصلوات يلي زتيناهن وقت نرتل كرياليسون ونحن ساهرون وإلهي إليك رفعت يدي وسيدي، كأنه عم نرتلن عنية زياد انه يرجع عودة للكنيسة، يرجع عودة لالله. هو بيقول انه هودي كتاباته، من شان هيك حب انه يقدمهم بكنيسة، مش بس لانه كتاباته، لو ما كتبهم من قلبه ومن صميم روحه يمكن ما كنا قدرنا رتلناهم كل هالايام. ما بننسى كمان المجد لك، ما بننسى توزيع يا مريم البكرو. تقدم الريسيتال في عديد من التريتيل، وفي كمان ثلاث أغاني لفيروز، دخيلك يا أمي، الله كبير، وغنون غادة غانم بصوتها الحلو. وغادة خلتنا نعرف قديش صوتها حلو بدون ما تعرب على كل حرف وعلى كل كلمة، وبدون ما تعمل عرض عضلات صوت. حسستنا هالصوت الأوبرالي الجميل قديش ممكن أنه يوصل الترتيلة ويوصل الغنية بكل أمانة. كما أنه إدغار عون كمان هالصوت الأوبرالي حسسنا بذات الوقت انه هو اللي صوته بيقدر يعطي اكتر بكتير، قدر يعطي الترتيلة حقها بدون اي مبالغات صوتية. عرفنا ساعتها قديش هالريسيتال قدر يلمس لنا قلوبنا ويلمس لنا عاطفتنا ويلمس لنا ايماننا. ما بننسى كمان منال سمعان يلي اول مره كنا بنسمعها بالتريتيل وصوتها كتير حلو كمان. هالكونسير يلي تقدم حسسنا بتواضع زياد، رغم الزقيف ربع ساعه زياد ما حكي ولا كلمه كل الكونسير، رغم الزقيف ربع ساعه حسسوا لزياد انه لازم يرجع يقدم بعد ترتيلي، رجعوا عيدوا كيريا ليسون لانه الناس مش عم توقف تزقف. حسسنا قديش هو قريب من الناس بدون أي كلمة، عرفنا قديش زياد متواضع وقريب من الناس. موسيقته لا يعلى عليها وعزفه لا يعلى عليه، وتوزيعه الموسيقي إن كان بالساكسفون يلي زادوا على مريم البكر، إن كان توزيعه الأساسي للتريتيل يلي نحن تعودنا نسمعه من 30 سنة لليوم، هو هالتوزيع الرائع يلي فيها المودولاسيون يلي ما حدا بيقدر إنه يوزع مثله. بس بدي أقول شغلي إنه هالمجموعة التريتيل يلي سمعناها، معلش بلا ما تزعلوا مني، حسستنا قديش أوقات ببالغوا بأدائهم الترتيل بالكنايس وقديش ما بيوصلوا الترتيلة مثل ما لازم أنها تكون. على كل حال بدي أقوله أنه زياد بقي وفي لأصحابه مثل ما هو وفي لكل الإعلاميين يلي بيوقفوا حده أو بيوقفوا حد أمه فيروز. هالشي يلي ما منلاقيه عند الفنانين، يعني مثلا في فنانين نحنا شهرناه هون عبر التلفزيون بيقولولنا إيه بس التلفزيون مش إلكن، بس لو ما كان بواسطتنا ما كانوا اشتهروا. في فنانين بنكتب عليهم مقال حلو ما بيمسكوا التليفون بيقولوا ميرسي، في فنانين بنمدح فيهم بندافع عنهم كمان ما بيمسكوا التليفون بيقولوا ميرسي، بس اذا انتقدناهم بكلمه وحده وكان انتقادنا بمحله بيزعلوا بيقوموا القيامه وبياخذ على خاطرهم. ولكن زياد هو من 3% زياد الرحباني من الفنانين يلي بيربحوا شميله واللي بيعرفوا انه يقولوا ميرسي. صحيح انه هو عبقري المزاج لانه مزاجه غريب كتير غريب، بالوقت يلي ممكن تقول هلا زياد رح يزعل مني بتلاقي لا زياد راضي، لا زياد قريب، لا زياد منه بعيد، لا زياد عنده كتير محبة وعنده محبة كتير كبيرة قليل الناس يلي ممكن انه يعرفوها. زياد قالت عنه فيروز هذا العبقري، للحقيقة هو عبقري بالفن وبالموسيقى يلي عم بيقدمها.